متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث يوصل الطقس صافي 28 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة 48%، والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا إربد 26 ل 13، عجلون 24 ل 11، جرش 29 إلى 14، والمفرق 32 إلى 15. المنطقة الوسطى الزرقاء 32 إلى 17، العاصمة عمان 28 إلى 15، البلقاء 28 إلى 14، مأدبة 28 إلى 15، البحر الميت 34 إلى 20. المنطقة الجنوبية الكرك 26 إلى 13، طفيلة 25 إلى 12، معان 31 إلى 18، الشوبك 23 إلى 13، والعقبة 35 إلى 21. المنطقة الشرقية رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في عموم تلك المناطق، الصفاوي 37 إلى 18، نفس الحرارة في الأزرق، مرويشة 37 إلى 19 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.